سبب الوقفة حسينا بواحد الحقرة، قلنا حنا الأوضاع ديالنا غادي تحسن جراء المطالب من 2003 وحنا كنطلبوا إلى يومنا هذا بالإدماج بإصلاح الوضعية الإدارية والمادية، لكن نفاجأ بالإدماج بدون الانتباه للوضعية المادية المزرية اللي كيعانيها المساعد التقني والمساعد الإداري سابقا. حنا كنطلبوا من السيد الوزير بالإنصاف ديالنا، يعني بواحد الأجرة اللي كتضمن الحد الأدنى في العيش الكريم لا أقل ولا أكثر. هذه من جانب. الجانب الثاني، هذه الفئة هذه كتمارس مهامات إدارية لا تحصى في إطار المصلحة العامة، ما كاين حتى مشكل. ولهذا حنا شنو كنطلبوا؟ جينا هنا كنطلبوا، كنوجهوا هذه الرسالة للسيد الوزير، الالتفاتة لهذه الفئة ديال المساعدين التربويين بحذف الدرجة الخامسة والرابعة واحتساب الدرجة الثالثة بأثر الرجعي من 2016 من 1/1/2016، لأن منذ 2014 ونحن نطالب بالإدماج ديالنا، إدماج اللي غادي يكون يعني يرد لك الكرامة ديالك ويرد لك الاعتبار ديالك، وتحس أنت كموظف كمواطن وتعرفوا الأسعار كي ولات. والله العظيم إلا شنو نقول لك، إلا وصلنا لواحد المستوى المادي اللي ما يتصورش على البال، غرقنا. ولهذا كنوجه واحد الرسالة للسيد الوزير، الالتفات لهذه الفئتين، لهذه الفئة ديال المساعدين التربويين مع الزيادة في الأجور، وتحية نضالية. احنا اليوم هنا متواجدين أمام وزارة التربية الوطنية في إطار تنسيقية مستقلة، تنطلبوا بالحقوق ديالنا، وفي إطار من اللي خرج القانون الأساسي اللي هو تيهمش هذه الفئة هذه ديال المساعدين التربويين، أنهم بدلوا لنا الاسم بدون أي امتياز. وحنا كنتواجدوا هنايا في إطار نضالي، وسيستمر النضال، ونطالب بسلم تسعود بأثر رجعي، لا سيما واننا كل وعدنا به ولكن تيخذلونا، ما كاين حتى حاجه، وجينا هنا كنطلبوا بحقوقنا. السلام عليكم. شنو الحقوق ديالكم؟ الحقوق ديالنا هو سلم تسعود بأثر رجعي واحتساب سنوات الضياع، لانه دابا ملي كيترسم المساعد التقني انذاك دوك سنوات الضياع قبل الترسيم ما كيعطيوهاش له، ما كيخلصوش فيها، تياكلوها ليه، تياكلوها ليه. اذا ملي كياكلوها ليه حنايا نطالبوا هنا باحتساب سنوات التي نسميوها سنوات الضياع ما بعد الترسيم. وكما كتعرفوا بان الاجره دابا راه هزيله لهذا المساعد التقني، كاين اللي هاجر مع هاد الوليدات، كاين اللي هاجر. ونعطيكم واحد المعلومه، هي اللي كانت الاعوان سابقا ولاو مساعدين تقنيين واداريين، وعطاوهم دابا تسميه جديده بصفر درهم. لا يعقل انه تيتسموهم العمود الاساسي والفقري ديال اي مؤسسه، الا ما كانش العون انذاك المساعد راه ما كاين والو منهم. وجبت كلهم الاطر، راه ملي كيدخل القسم تيمشي عند الحارس هو الاول اللي كيقفلو بيدو كيدخلو يعني هاد الناس هادو عطاو الكثير، ولكن الوزاره مشات وما عطاتهم حتى حاجه.